بعد انقطاع دام لقرابة أسبوع متواصل، شهد معبر رفح تدفقا لمئة شاحنة من المساعدات الإنسانية والغذائية، تنوعت ما بين اللحوم والشعير ومستلزمات الخيام، بالإضافة إلى 10 شاحنات من المحروقات متنوعة ما بين السولار والغاز. هذا ولا تزال قوة الاحتلال تفرض حصارا على دخول المساعدات الإغاثية من خلال التحكم وعرقلة دخول تلك الإمدادات إلى النازحين في قطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية لازلنا نتابع معكم كل الجهود المصرية المبذولة من أجل إنفاذ المساعدات المختلفة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. اليوم وبعد انقطاع دام قرابة الأسبوع، عادت مرة أخرى تدفق أعداد الشاحنات إلى معبر رفح البري ثم إلى منفذ كرم أبو سالم. نتحدث اليوم عن عبور حوالي 100 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية، هذا بالإضافة إلى حوالي 10 شاحنات من المحروقات. ما قام بتفريغ حمولته إلى الآن 4 شاحنات فقط، هذه الشاحنات تحمل مساعدات غذائية، وأربع شاحنات رفضت فيهم قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تفرغ حمولتها، وكانت هذه الشاحنات تحمل الزجاجات للمياه، وعادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري. إذن وبالتالي من قام بتفريغ حمولته إلى الآن حوالي 96 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية ومعونات مختلفة. وبالتالي نحن ما زلنا أمام يعني إجراءات تعسفية كبيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف عرقلة دخول الشاحنات المختلفة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والنازحين الذين يعانون من نقص كبير في الإمدادات الغذائية والطبية والدوائية، وهو الأمر الذي حذرت منه المنظمات الأممية وأيضا مكتب الشؤون الإنسانية بقطاع غزة، والذي أكد إلى أن هناك حوالي 96% من سكان غزة يعانون من نقص كبير من الإمدادات الغذائية والطبية والدوائية، وحذرت أيضا من أن اقتراب موسم الشتاء القادم دون الترتيب له بشكل كبير سوف يؤدي إلى تفاقم الأزمات أكثر مما هو داخل قطاع غزة. يمكن هذا هو المشهد لدينا الآن مشاهدينا الكرام، وأعود إليكم مرة أخرى.